ابو السعود اداني الروايتين دول. واتفقت معاه على كام؟ رفض كل اللي طلبوا علبه حلويات من الشام. انا مش فاهم. هو ما طلبش غير كده واداني الجواب ده لاسماعيل. عزيزي اسماعيل، بعد التحية، الروايتين اللي طلبتهم تحت أمرك، وأدعو الله أن يوفقك في فرقتك الجديدة. مع تحياتي لياسين وأم ياسين أبو السعود الإبياري. أنا حاسة من الجواب ده إن أبو السعود زعلان. أنا هحاول أرجع المياه لمجاريها بين أبو السعود وإسماعيل. نخلص رحلة سوريا وربنا يقدرني. إن شاء الله. طمني يا إسماعيل، إيه الأخبار؟ مش عارفة أشتغل يا فوزية، مش عارفة أمثل. روق يا إسماعيل، روق عشان تعرف تشتغل. أشتغل إزاي؟ وأنا المشاكل دي كلها حواليا، مشاكل ما بتنتهيش. مشاكل الممثلين والسكن والبدلات والأكل والشرب. ده غير كده الإيراد نفسه غير ما كان الواحد متوقع خالص. في مشكلة يا إسماعيل. مشكلتي كمان. زينات صدقي زعلانة. ودي إيه اللي مزعلها هي رخرة؟ مش مبسوطة الوضع اسمها في الإعلانات. طب قولوا لي بقى أعمل إيه؟ أراضي مين ولا راضي مين؟ كان المفروض إن أنت تجيب مدير للفرقة للأمور اللي زي دي. ما أنا جايب بدل المدير اتنين مديرين. هو أنا همثل ولا هدير؟ دي شغلانتي دي بس يا ربي.